معكم إلى موجز أخبار الآن. شنت قوات الأسد هجوماً مدفعياً على بلدتي تل ذهب وبلدة الطيبة في منطقة الحولة شمال مدينة حمص بحسب ما أفاد به ناشطون. وأوضح الناشطون أن القصف أسفر عن جرح 6 مدنيين، بعضهم في حالة خطيرة. قالت قيادة عمليات قادمون يا نينوى في بيان لها إن قوات الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع حررت الجزء الجنوبي لحي 17 من تموز، ليتم بذلك اكتمال تحرير منطقة 17 من تموز في الساحل الأيمن من مدينة الموصل. وأضافت قيادة العمليات أنه تم رفع العلم العراقي على مباني الحي بعد تكبيد داعش خسائر بالأرواح والمعدات. قدمت دولة الإمارات مساعدات طبية عاجلة للمحافظات اليمنية الجنوبية للسيطرة على وباء الكوليرا، استجابة لنداءات منظمة الصحة العالمية التي حذرت من ظهور أكثر من 300 ألف إصابة جديدة بالمرض في اليمن. وتمثلت المساعدات في مضادات لمرض الكوليرا، كما سيرت قوافل علاجية تتضمن أدوية ومحاليل وسوائل وريدية. أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن توقيع الاتفاقيات الاستراتيجية بين أمريكا والسعودية سوف يتصدى للإرهاب في المنطقة، واصفاً تلك الاتفاقيات بالتاريخية وغير المسبوقة. كما أكد الجبير أن المباحثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تطرقت إلى العمل على إلزام إيران بوقف دعمها للإرهاب. تعهد رئيس الإيراني حسن روحاني بعد فوزه الحاسم بفترة رئاسية ثانية بانفتاح إيران على العالم وتحقيق الحريات التي يتوق لها شعبه. وقال روحاني إن رسالة الشعب الإيراني كانت واضحة خلال الانتخابات، وهي اختيار طريق التفاعل مع العالم بعيداً عن العنف والتطرف. طلب نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو ناديه بالتعاقد مع جناح سبورتينغ لشبونة البرتغالي جيلسون مارتينز. وأفادت التقارير أن رونالدو طلب رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز بضم اللاعب الدولي الذي يرى فيه دون بديلا جيدا في حال غياب أحد دعائم الفريق الهجومية. الموجز. إلى اللقاء.